تمام. أما رسالة للأمن الوطني، للقوات الأمنية، للسماوات، للأرض، يوزعون مواد غذائية يساعدون الناس يغرون السماء والأرض. هاي شوف، شوف التجمعات، منطقة بستان سامي، فرع بالتلور فري، المرجعية الدينية من توصين الناس المعتمدين عندك، خلي لو يوزعون بالليل، لو يسوون لهم سرى، يسوون لهم اسخام. هسه الناس ساعة ذا انتشر الفيروس، ساعة المعامل كلها تسقط، مليون نسمة مهددة بالفيروس. هاي شوف العالم، الجمعة كلها على المود طحين وما اعرف شنو. رسالة هسه الساعة 12 ونص، الأمن الوطني، القوات الأمنية، أي بشر بالدولة خليجية، وزارة الصحة، هاي الناس مهددة بكارثة. يوم الخميس 26/3، هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء. يا خلية الأزمة، يا خلية الإسلام، الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء، مو قلنا سد الحدود؟ هذول الإيرانيين جاي يتجولون بكربلاء، يعني شلون إلا نموت إلا تخلصون يلا ترتاحون؟ طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. اليوم ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في العراق إلى 40 شخصا، والإصابات إلى نحو 460 إصابة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة في كل من ذي قار والبصرة وبابل، و76 إصابة جديدة في عدد من المحافظات العراقية. دائرة صحة محافظة ذي قار أعلنت وفاة المواطنة التي أعلن في وقت سابق عن إصابتها بفيروس كورونا في قضاء الشطرة. مدير عام دائرة الصحة عبد الحسين الجابري قال بأن المصابة تبلغ من العمر 56 عاما، وكانت تعاني من داء السكر المزمن، وقد تفاقمت حالتها بسبب الإصابة بفيروس كورونا وعدم قدرتها على مواجهة المرض. بينما سجلت السلطات في البصرة وفاتين وثلاث إصابات جديدة بالفيروس، كما أعلن عن وفاة جديدة لرجل 80 في محافظة بابل. في النجف أعلن عن تسجيل 18 إصابة جديدة، في حين تم الإعلان في كردستان العراق عن تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا. طبعا السلطات في العراق أعلنت عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى مدينة الصدر شرقي بغداد والمحافظات غير الملتزمة بحظر التجوال الخاص بمكافحة وباء فيروس كورونا. ذكرت مصادر حكومية بأنه تم تجديد إجراءات فرض حظر التجوال حول مدينة الصدر في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس. في محافظة نينوى أعلنت السلطات هناك غلق مداخل المحافظة بشكل تام وعدم السماح لأي شخص بدخول المحافظة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا. وأكد محافظ نينوى نجم الجبوري استمرار غلق منافذ المحافظة، وأشار إلى أن الوافد يتحمل مسؤولية قدومه إلى السيطرات، وكان الجبوري قد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر إغلاق محافظة نينوى ومنع التنقل بين جميع الأقضية والنواحي والقصبات والقرى والمناطق التابعة ضمن خطة للحد من انتشار فيروس كورونا. طبعا خلية الأزمة في محافظة واسط طالبت الحكومة في بغداد والبرلمان بمنحها مستحقاتها المالية لتتمكن من مواجهة فيروس كورونا، كما طالبت الخلية بمنح المتضررين من أصحاب المهن التي توقفت بسبب الفيروس تعويضا يساعدهم في خضم الظروف المعيشية الصعبة. ونحن نسمع الكثير من الدول حول العالم تقوم بصرف للعوائل المتعففة، وهناك بل دول صرفت لكل العوائل. احنا ما نريد بالعراق، نريد فقط للعوائل اللي معتمدة على الكسب اليومي، الناس اللي تشتغل بالعمالة، الناس دخلها محدود، خل الحكومة تباوع عليهم، وهاي من فلوس العراق، يعني ما جايب السياسي ولا الوزير من جيبه. راح يقول لك والله احنا عندنا أزمة اقتصادية، ما أنتوا اللي سرقتوا البلد وأنتوا اللي نهبتوه. على أقل وزارة التجارة توزع حصة تموينية لمدة 3 أشهر أو 4 أشهر، والحصة اللي العراق صار لها والشعب العراقي صار له سنين ما شايف منها إلا ربما يستلم المواطن مفردة في الشهر أو ما يستلم. فيعني إحنا إذا بهاي الأزمة نوصل إلى هذا المنحدر، فيعني مع الأسف، فيعني الوضع صراحة الوضع
متفاقم، الوضع خطير، واحنا بعدنا في بدايته. بدنا نشوف مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي قبل قليل مثل ما شفنا في بداية الحلقة كيف الناس متجمهرة في كربلاء وتستلم طحين. يعني هو هذا التجمهر مالته هو يؤدي إلى 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 انتشار الفيروس. يعني مع الأسف احنا يعني الوضع في العراق مزري وبس الله الحافظ. طبعا تنسيقيات المهن الصحية والتمريضية في محافظة المثنى انتقدت الإجراءات الحكومية المتبعة في التعامل مع فيروس كورونا وأشارت إلى تجاهل الجهات المعنية في المحافظة لدور ذوي المهن الصحية والتمريضية في مواجهة الوباء. معنا اتصال أبو يوسف من كركوك، تفضل أبو يوسف. أستاذ، نعم. أول شيء أنت حسيت على الفيروس، الفيروس منتشر بالعراق كلش. وشيء ثاني يعني الصحة ما موجودة أبد، الوقاية من الوباء لازم احنا أول شيء الصحة، وزارة الصحة معنية بهذا الموضوع. شيء ثاني ناس عطالة بطالة قاعدة بالبيت، الدولة ما تفكر. أنا أختي خابرت من أمريكا قالت ترامب ساعدتنا مواد غذائية بعمولة يعني $1,000 تقريبا، لكن هذا النظام ما يقنع عنده شيء، ما يقول هالناس خطية قاعدة بالبيت، ما يفكر بالمواد، بالوزارات كلها فاسدة، وزارة الصحة فاسدة، وزارة التجارة فاسدة، لا يعني أي وزارة تروح كلها فاسدة. لحد الآن صار الشهر الرابع ماكو إقبال الموازنة. يعني هاي الله يقبل، شو هذا يا دولة؟ ما ادري احنا وين عايشين؟ هاي كلها من ايران، حتى الان حدود مفتوحه. مو ما يصير هذا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام، انا اشكرك ابو يوسف من كركوك، ابو زكريا من كركوك كذلك. تفضل ابو زكريا. الله يحفظك ابني عمر. اهلا وسهلا بك. الله يخلي قناتكم الشريفه، الله يحفظ شباب العراق على راسهم الدكتور حافظ الظاهري. انا عندي نقطتين. اول نقطه، المواد الغذائيه موجوده. نعم. يعني موجوده بال يم الحكومه العراقيه. ليش ما يوزعون هذا المواد الغذائيه اللي ياكل بيه فار والدود؟ ثاني نقطه، صار لنا 10 ايام 15 يوم نصيح عفو عام، الله وكيلك الله وكيلك. اليوم ابن اخوي توفى بسجن كركوك، تسجيلات كركوك، اسمه عياد اكرم عبد الله. بالمعتقل توفى؟ ها؟ بالمعتقل توفى؟ نعم. وعلى شغلة تجارة، يعني مو محكوم لا أربع أرهاب ولا أي شيء، على شغلة الرصيد المطلوب 12 ورقة اشتكوا عليه. اليوم صار له 25 يوم بالسجن واليوم توفى، اسمه أياد أكرم عبد الله. وين هاي الحكومة العراقيين؟ يعني كل العالم انتظر أبو عام على المعتقلين على الشغلات البسيطة. ليش هاي الحكومة حكومة تابعة لإيران الفرس ما أنطى عفو عام صغير على شغلات البسيطة مثل تجارة سيارات غير شيء؟ ما نريد مخدرات ولا قتل ولا ذبح ولا أربع أرهاب، ولو كل المعتقلين 90-95% هم أبرياء يا ابني عمر، هم أبرياء بسبب مخبر السري، بسبب غير شيء، بسبب التعذيب. نعم. يعني هذا طفل عمره 35 سنة، شنو الذنب اليوم توفى؟ شنو الذنب خاطر محمد؟ شنو الذنب هذا الطفل توفى؟ يا حكومة احنا نجمي حكومة فارسية إيرانية كحت، لا عندهم قرارات، لا عندهم حكومة. يطلعون بالتلفزيون واحد يكسر بالله بالليل يقولون يشربون ورقصان قدامهم. نعلق الله مليش حكومة، الله جاب علينا أمريكا وإيران. نعلق الله عليك حكومة، نعلق الله عليك حكومة. الله يعينكم أبو زكريا. والله العظيم طجرنا من ثمن الجوع، والله العظيم البحر على أسابيع كريتي مع ما استلام الأنجيجا. انت كريتي عمرك 80 سنة. الله يعينكم أبو زكريا، الله يعينكم أبو زكريا، والله يفرج عنكم، والله يفرج عنكم. أبو زكريا من كركوك كان معنا. علي من كربلاء، تفضل علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. شلونك أستاذ حياك الله. أحمد
عمر معك تفضل. من الكرملة والله اذا عندكم هاي توصل الصوت شوي. تفضل. اي والله احنا هنا بكرملة حاصرين لا كل شيء ماكو يعني حاصرين لبيوتنا لا احنا من الشغل احنا اهل العمال يعني تشتغل تاكل ما تشتغل كل شيء ماكو. نعم. يعني حاصل حضر التجوال مددوه منا 11/4 يعني العالم ساكل تشرب. نعم. نصين التلفزيون ابو حسين الله يخليك ابو حسين. حتى رواتب مال الرعايه قالوا راح نط هذا الشهر نروح لهم نقول ما في الشهر الثاني يعني العالم ما تقول لي وين راح توصل اليوم. نعم. وش تسوي لهم؟ رحم الله والديك على البرنامج الحلو. والديك عيني الله يحفظكم ويسلمكم. معنا اتصال ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. كيف حالك أستاذ عمر؟ حياك الله، يا أهلا بك. تحية تقدير واحترام لك وللقناة وكادرها الطيب. أهلا وسهلا. والشعب العراقي، الله يحفظ العراق ويحفظ الأمة العربية والعالم كله من هذا. بالنسبة لحكومة عصابة العراق، أستاذ عمر هي مرض غير المرض، هي سبب المشكلة، وهي تجمع الناس ولا توفر رواتب، هي تسقط أموال الشعب. وهي نطالب نحن مع الأسف الأمم المتحدة هي شريكة بهذه الجريمة، نطالب من الأمم المتحدة تدخل، إذا لم يتدخل إذا لم يحدث بالعراق تدخل دولي لإنقاذ المختطفين والناس المعتقلين، احنا خايفين على السجون بالعراق لأن هذا النظام نظام مجرم ارتكب كل المبيقات ضد هذا الشعب، ونطالب من الأمم المتحدة نطالب لتدخل دولي، إذا لم يتدخل الدول فهذا المجرم النظام هذا النظام الايراني المجرم سوف ينتشر كل نسال الله ان يحمي العراق وشعوبنا كله وتحيه. ابو فيصل من السعوديه كان معنا. ام عبد الله من بغداد، تفضل يا ام عبد الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. تحيه لحضرتك والى قناتكم الشريفه ولكل عراقي شريف. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. استاذ انا اشوف على الفيديوهات انه الحكومه العراقيه وخاصة السيطرات أنه تمنع دخول الناس إذا كانوا قياديين وإذا كانوا بالجيش من دخول إلى بغداد. زين إحنا بنشوف أنه هذا الوضع اللي هو الحجر اللي موجود هسه بالعراق، يعني هذا الحجر هسه صار قبل الحجر أنه كان موجود عندنا الحشد والقوات الأمنية اللي تحصد بالشعب العراقي وتحصد بالمتظاهرين وقتلت وشردت وقضت على المحافظات، وهسه بتقوم بعمليه القضاء على المتظاهرين في الجنوب. هسه خافت على الشعب العراقي وتطلب من عند الحجر ليش؟ لانه احنا عندنا حكومه تافهه اكثر من مرض كورونا، لانه هي السبب الفوضى اللي موجوده في العراق. احنا دائما ليش استعنا بامريكا للقضاء على نظام صدام؟ ليش احنا بعنا وطننا؟ احنا كعراقيين بعنا وطننا مع الاحترام للشرفاء، بعنا وطننا الى ناس لا يستحقون الحياه، خاصه السياسيين وخاصه رجال الدين. هذا رجل الدين اللي احنا دائما نصفق لهم والسياسيين نصفق لهم كلهم، هسه بيقومون بعمليه توزيع باذنجان وطماطه وخيار على المواطنين. ليش ما نصيب احنا مثل شعوب العالم؟ احنا حتى شارع ما عندنا مظلط حتى ينغسل، يغسلون الشوارع بالصابون، يعطرون الشوارع بالمضادات، حتى الابناء هم يعطروها. يعني احنا وين؟ احنا اصلا شعب رخيص، احنا رخصنا نفسنا استاذ بايدينا. ليش؟ لان اول شيء لا حمينا دستورنا السابق ولا حمينا انفسنا ولا حمينا عراقنا. احنا بعنا عراقنا رئيسا خلينا ايدينا بايد امريكا. منو خلى ايده بايد امريكا يا ام عبد الله؟ ثله من العصابه اللي جابوهم الامريكان، مو كل الشعب العراقي. مو كل الشعب العراقي يا ام عبد الله. لا تعممي ارجوك. استاذ انا ما اقول لك مع الاعتذار للشرفاء، لانه الشريف في الوقت الحاضر اصبح كاذب واصبح ما يعني ما حد يسمع كلامه. ليش؟ لانه اكو محرمات واحنا يعني شغلنا بيها، نسينا ديننا، نسينا قراننا، نسينا تاريخنا الاسلامي. تاريخنا اللي وصلت رسالتك ام عبد الله من بغداد، شكرا لك. مثنى من الموصل، تفضل مثنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. استاذ عمر شلونك؟ اهلا وسهلا بك، يا اهلا بك.
نشكركم، نشكر جهودكم وقناتكم الطيبة على هذا البرنامج الرائع. والله يا أخي صوتنا يعني قاعد يشوفون باستثناء الإرهاب، باستثناء بعض الشغلات يا أخي، هم أي واحد جاي يطلب السجن 4 إرهاب، يعني 98% إرهاب. كل الدول انطت عفو عام، يعني حتى إيران يعني ما ظل دولة. يعني هذا المرض إذا انتشر بالسجون يعني كارثة، كارثة إنسانية بحق الإنسان. لا دولة تسولف على العراق، لا أمم متحدة تسولف على العراق يا أخي. بالقرآن يعني إحنا خاصة الشعب العراقي شعب انتهى، يعني شو أقول لك، يعني انباع وينشر. نعم. شعب تعبان، يعني هسه اعرف بالموصل دعايه، يعني الزوج تشتكي علي، يتزوج عليها شفتته هذا داعشي، هذا 4 ارهاب، اللي مشاجره بيناتهم 4 ارهاب، اللي المخبر السري يشتكي علي هذا 4 ارهاب، هسه يقولون باستثناء، يعني شغلات تافهه ما لها معنى، يعني كل الدول انطت عفو بسبب يعني دول عظمى انهارت في سبيل يعني هذا المرض، يعني ايطاليا، المانيا، الولايات المتحده اكبر دوله بالعالم انهارت مقابل هذا المرض الا العراق، يعني وسجون مترسه، سجون لا تصلح حتى للحيوان، سجون لا تصلح حتى لل يعني لن اقول لك والله العظيم حتى حيوان ما تصلح، يعني البشر ما ظل قيمه بالعراق، البشر يعني بالعراق مثال يعني بعض الدول حيوانات عايشه احسن البشر بالعراق. بدي اقول لك مع احترامات للعراقيين الشرفاء، مع احتراماتي لكم وامثالكم الطيبه، احنا صرنا مجتمع تافه، يعني احزاب مسيطره علينا دمرتنا، باعت الشعب، يعني حتى التجاره صار بالبشر، لهالدرجه هاي وضعيه سخيفه، يعني سعنا بالموصل حجر صحي، لا وجبه غذائيه، لا رواتب، لا، وكل هذا السبب ملاحقين، يعني ملاحقين بشغلات لا ما لها معنى، ما انزل الله بها من سلطان. ونشكركم ونشكر جهودكم الطيبة على هذا البرنامج الرائع، عنكم صوتنا والله وصوت الشعب العراقي، وندعو منك ومن الدول ومن الأمم المتحدة ومن كل شريف، كل شريف وشريفة وحرة وبيئة، يعني يريد قانون عفو عام وعفو الله عما سلف. حياك الله أخي، والله سأل الله أن يفرج عن كل معتقل بريء. معنا اتصال نور من بغداد، تفضلي نور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اشكرك عيني. بدو قلبك احنا على مود هذا العفو. نعم. ملينا. الاخوان راح يموتون بالسجن، الاهل راح يموتون بالسجن، الرصافات، الكاخ كلها متروسه. ايش وقت الحكومه هاي تنطى عفو؟ نعم. ملينا لان ملينا صدق ملينا، مواجهات ماكو هسه نهائيا. صار شهر تقريبا مواجهات ماكو، لا ندري بيهم اكلوا شربوا وماتوا، ما نعرف ايش بيهم. وحتى ما اقول لك بوشك هاي الحكومه طازه، كل شيء ما تسوي بس تنهب وتبوق. نعم. كل شيء ماكو غير يباعون على الشعب العراقي، شويه يلتفون عليه، يعني دعوات فاشله على اي شيء. نعم. على كل شيء، على كل شيء جاي ياخذون ويدبون بالسجون. يعني حال هذا العراق صار حاله، العالم ماتت من الجوع، هذا ارتجوال. كل شيء ماكو، يعني اتوقع العالم او عالم ما تاكل من هذا صار الحظر تجوال. يعني ما عندنا حكومه بيها حظ وتناشدها ويسوي لك السريده، ما طالبنا. نعم. الله يعين. تعبنا حيل تعبنا. احنا حبينا نشتكي لكم بس الله وينكم. وصلوا ساكنه. هاي الرصافات متروسه النساء. النساء شنو ذنبها يسجنونهم؟ بس قول للنساء شنو، هي مرة تنسجن؟ المرة ما تنسجن. شنو ذنبها المرة؟ يعني على كل دعوة المرة تنسجن، تعال شوف هاي الرصافات ببغداد، نساء يسجنونهم ما صايرة كرت، بأي دولة المرة تنسجن؟ يعني باوع الدول وين صارت؟ نعم. وين وصلت؟ واحنا وين وصلنا؟ العراق كانوا ياخذون من عنده خيرات، هسه العراق صار هو أكبر دولة فاشلة. مع الأسف. أنا أشكر شنور من بغداد كانت معنا. أبو عبد الله من لندن، تفضل أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. حياك الله. أخي الأخت الله يحفظها اللي تحدث عن المرأة، قال يعني كيف المرأة تنسجن؟ عندما تقرأ الموروث الإسلامي مرأة واحدة فقط صرخت قالت واعتصم، القصة معروفة، معتصم جهز لها جيش، فانظر الى يعني جهز لها جيش لملك الروم، قال اولها سيكون عندك واخرها عندي، فملك الروم من الخوف والرعب اطلق
صلاح المرأة، لكن هؤلاء العملاء والخونة لا يهمهم لا مرأة ولا رجل ولا يتيم ولا طفل، ما يهمهم إلا أنفسهم. أنا مداخلتي أخي عمر، الله عز وجل عندما يقول سنريهم آياتنا في سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، يعني في يعني هذه الفيروس الكورونا يعني دقيق جدا. الله عز وجل عندما يقول ولله جنود السماوات والأرض، اليوم سمعتم خبر أن رئيس وزراء بريطانيا أصيب بهذا الفيروس، فهذا الفيروس لا يعرف لا صغير ولا كبير ولا ملك ولا وزير. فلهذا عندما المظالم في العراق وسوريا وفي كل مكان، عندما الله عز وجل يتحدث يقول ولله جنود السماوات والأرض بسبب المظالم الذي يعاني منها المظلومين، فهذا يجب أن ينتبه الناس، ينتبه الناس أن يكفوا من الظلم الشعوب وظلم المساكين. الآن يعني هناك يعني جهلاء معممين يعني إلى الآن يضحكون على الناس، يقولوا يعني الآن نحن أمام كارثة. الإسلام أمرنا بالنظافة، إسلام أمرنا بالعلم، إسلام أمرنا بأشياء كثيرة، فيقول تعال إلى فقط إلى كربلاء وهناك ستشفون. نسأل الله العفو والعافية أبو عبد الله، أني أشكرك من لندن. أحمد من صلاح الدين، تفضل أحمد. أحمد، ألو، تفضل أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي؟ يا هلا بك. يعني هذه الحكومة ما بيها لا خير ولا شيء، هذه حكومة عبارة عن سراق. نعم. وما بيهم خير، لا واحد يعول عليها ولا يقول حكومة، هي سلة عفنة وما بيهم خير. هذول إن شاء الله زوالهم قريب، زين، وإن الله لبالمرصاد. نعم. وشكرا. شكرا أحمد من صلاح الدين. أم عماد من الأنبار. أم عماد. نعم. تفضل يا أم عماد. بالعفو العام أخوي أنا ولدي اثنين مظلومين بالسجن. نعم. والله كيدية عندهم، شكاوى كيدية عليهم، كل شيء ما عندهم. وابني واحد مريض بالسكر. والسكر ماله مزمن حيل وبالإرهاب، حاطي وايل شهرين. أنا مو طاطية لا يخلون فلوس الطب عليهم، والعلاج مالهم يشتروا مشترى إبريتلون سليم يأخذه ب30,000، والسرنجات بفلوس، ولا أكل عندهم ولا معاملة مثل الناس يعاملوهم. نعم. وإحنا نطلب المناشدة منكم من الوزراء، خلي يتقون الله بالإسلام شويونة، خلي يخافون من رب العالمين، يفكون عن هالمظلومين، لأن أكثرنا إحنا ولدنا مظلومين ومدبوبين بالسجن، هيك الظلم الظلم. نعم. الله يفرج عن كل بريء، الله يعينكم. أم عماد من الأنبار كانت معنا. أبو عبد الرحمن من كركوك، تفضل أبو عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن تسمعني؟ أبو عبد الرحمن، يبدو أننا فقط اتصال مع أبو عبد الرحمن من كركوك. أبو عمر من السليمانية، تفضل أبو عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دكتور عمر، يعني هاي الناس تطلع تتوسل بالحرامية والمجرم والقتلة، هو ده يطلع بيقول لك احنا بايعين ومخلصين، لا شرف لا غيره لا كرامه. زين، وانت شفتهم بعينك 17 سنه ما شبعت من عندهم. عمي عفوه على الله، فاني عده مره ذكره على قناتكم، قلت لك هي راح يجي يوم تنفتح الابواب. فهذا المرض الوباء هو وسيله من الله سبحانه وتعالى، راح يكون طريق لفتح ابواب السجون. خروج كل المساجين قسما بالله. بس انتظروا فترة، انتظروا فترة، انتظروا شهرين ثلاثة أربعة، عفوا على الله، لا تعتمد على قاتل ومجرم. زين، هذا اللي يعتمد على القاتل والمجرم والحرامي اللي يعترف على نفسه انه بايع مخلص، شلون انت تعتمد عليه؟ على اساس ما يرحم بحالك؟ بس أبو عمر، الناس اللي دا تتصل ما دا تطالب الحكومة ولا تعاون، بالعكس يقول لك هاي حكومة فاسدة. وحتى أبو من صلاح الدين أحمد قال يعني ما نعول إحنا على هالحكومة، نخليها على رب العالمين. يعني الناس مدركة أنه الحكومة فاسدة. رب العالمين، أنا ما أقول لك يا لا، بالعكس خليها على رب العالمين، هو الأحسن.
هي الابواب راح تنفتح من وراء هذا البوابه. رفضوا ما عليهم، ما عندهم امكانيه. نعم. ما عندهم امكانيه نفوت بالملايين بالسجون. أنا أشكرك أبو عمر من السليمانية، كان معنا. مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. أعضاء منظمة بصمة عراقية قبلوا تحدي جامعة الكوفة وبدأوا يجهزون ما يقارب 300 عائلة متعففة من المتبرعين، طبعا جزاهم الله خيرا. وإحنا بدورنا كأعضاء منظمة بصمة عراقية نقول التحدي إلى جامعة الكفيل، ندعوهم أن يبقون أن يكملون هذا التحدي ويساعدون عوائل البقية. وهذا خليك بالليل. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم، سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا. أهلا بكم من جديد. طبعا مثل ما أنه يعني إحنا دنشوف ودنسمع ودنتكلم في الأخبار وفي هذا البرنامج عن يعني تقاعس الحكومة عن تقديم ما يجب أن تقدمه للشعب في هذه الظروف، كذلك يجب أن مثل ما شفنا أنه هناك الكثير من الناس ومن الجمعيات الخيرة اليوم على قدم وساق، يعني يجمعون ويوزعون ويساعدون الناس في كل المحافظات العراقية، بالأنبار، بكربلة، بالنجف، في بغداد. نشوف طبعا نوجه شكر وتقدير واحترام للكوادر الطبية من منبر قناة الرافدين ومن هذا البرنامج برنامج صوتكم. يعني هذه الكوادر الطبية اللي واقفة مع الشعب ديداومون، أكو ناس حتى ما ترجع للبيت أو ربما يعني تتأخر إلى أوقات متأخرة في المستشفيات والمراكز الطبية وفي السيطرات حتى يقومون بفحص وتعقيم وتعفير السيارات القادمة والمواطنين. لهم كل التقدير وكل التحية، ونسأل الله أن يزيل عن العراق وعن جميع المسلمين وعن جميع الإنسانية هذا الوباء وهذه الغمة. معنا اتصال حسن من صلاح الدين، تفضل حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك اخوي؟ يا هلا بيك، حياك الله. يعني بس سؤال رحمة على والدي. نعم. يعني هسه هاي الحكومة لزمت هاي الناس الأبرياء أكثريتها بالسجون السرية، يعني هاي شنو ذنبها؟ يعني هاي هسه عندك بال 40 50 ألف بالسجون السرية وما حد يعرف عنهم، هاي من سنة 2007 وهذا يومك. يعني هي الدول الأجانب طلعوا وأفرجوا عن كل السجون يومهم اللي كان اللي قاتل طلعوا عنهم، خلاص أفرجوا عنهم. يعني هيك دعوة كيدية وأخذوهم، ها صار فوق ال 15 سنة وما حد يعرفهم وين ما وين. شنو ذنب هاي الأبرياء؟ شنو ذنبهم؟ يعني هاي عوائلهم ما راحت. يعني هاي عندك من صار التحرير مال الموصل ومال الكركوك ومال صلاح الدين أكثريتها راحت بيها، يعني راحوا بيها الأبرياء، يعني شنو هذا ذنبهم؟ بس أقول لك كلام، نسأل الله الله يفرج عنهم. آمين يا رب. لأن هي هاي حكومة فاشلة يعني ما ترجعها، بس نقول نسأل الله يفرج عنهم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أشكرك حسن من صلاح الدين. طبعا وزارة خارجية في العراق أعلنت عن إصابة مجموعة جديدة من العراقيين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا بفيروس كورونا. طبعا العدد مثل ما جاء بالبيان 12 حالة إصابة جديدة بالفيروس لأبناء الجالية العراقية في الخارج، وتوزعت كما جاء في البيان الإصابات على نحو 5
في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية وحالتين في كندا وخمسة في بريطانيا. أضافت الوزارة في البيان بأن العدد الكلي للمصابين العراقيين بالفيروس في عموم العالم بلغ 32 إصابة موزعة على الأردن وإيطاليا وأمريكا وبريطانيا وكندا ولبنان وإيران، إضافة إلى حالة وفاة واحدة في بريطانيا. نعم، طبعا هناك هم أزمة عندنا، هناك يعني استمرار أزمة العراقيين العالقين في الخارج وهناك كذلك في المطارات، راح نتحدث عنهم بعد قليل. معنا اتصال أبو حمزة من صلاح الدين، تفضل أبو حمزة. هلا وشارك عيني. هلا وعيني، يا هلا بيك. شلون أخبارك؟ حياك الله، يا هلا بيك. قبل الأزمة مالت طهران، نعم، الأخوان النواب شو قبل القوط والأربطة والساعة ذهب وال عطر يطلعوا من التلفزيونات، وانت ماكو وين راحوا؟ كل واحد رباطه وهالشكل وضعيتهم، هذا شو هالشو ماكو وين راحوا؟ مجازين بالبيت. نعم. شنو قصتهم؟ خلي يطلعون يشوفهم، من زمان ما شافيهم، صار تقريبا فوق 20 يوم. ولا نائب ولا نائب على الشاشة نشوف. لو محلل سياسي، لو شو اسمه؟ كل شيء ماكو. اي والله ما اعرف يعني شنو هذول، ما اعرف، حرنا وياهم والله حرنا. اميال من ميل ما نقدر اليوم. زين يعني طلعت ارواحنا من عندهم بالقران. انت تلاحظ هاي الحاله يا استاذ عمر؟ نعم. خايفين خاتلين. ها؟ اقول لك خايفين خاتلين. إذا أنت تلاحظ أنت يعني صاحب قناة تلاحظ يعني ما نشوف صار فترة طويلة ولا واحد قبل يتابعون على قناة السباق. نعم. بعد بعد الله كريم، الله يكون بعون، الله يكون كل فقير ونعم بالله، الله يعين ويفرج إن شاء الله. أنا أشكرك، أشكرك أبو حمزة من صلاح الدين كان معنا. نقرأ رسالة واتساب، رسالة من الناصرية، أخوكم أبو سعد الطائي من الناصرية يقول السلام عليكم. يقول المفروض هؤلاء يسمون نفسهم اللي يسمون نفسهم حكومة بخلية أزمة، عندما عملوا حظر التجوال غير يوفرون سبل معيشية للناس، لكن هم مجرد عصابات كما يقول وليست حكومة، وإن شاء الله يحاسبهم الشعب العراقي قريبا عاجلا غير آجل. أخوكم أبو سعد الطائي من الناصرية. حياك الله أبو سعد. رسالة أخرى، السلام عليكم. على الحكومة عندما أصدرت قرار ما فكرت بالشعب، منين يأكل؟ أهل الدخل المحدود لا يقولون ماكو مالية، هم هم يعيشون حال الشعب، لا يوجد لديهم دخل يعيشون منه. نطالب من الحكومة إصدار قرار العفو العام وشكرا. من الموصل أم سند تقول أني بشارب كل شيوخ أهل الأنبار والناصرية، نريد العفو العام لكل السجناء العراقيين. تقول والله ورمت قلوبنا، أذكركم بشوارب كل عراقي شريف. نعم، طبعا أنا أعتذر دائما أعيد يا أخوان، لا ترسلون مقاطع فيديو وأخبار على الواتساب أرجوكم. يعني الأخوة واحد يدز لك 10 و20 مقطع فيديو وأخبار، يعني إحنا اللي نزودكم بالأخبار، فأريد من عندك أو من عندك أريد رسالة تعبر بها عن الواقع اللي موجود، اعطينا رأيك باللي موجود فقط. من الناصرية تقول يعني غارقين، يعني كربلاء غارقين الطريق عن العراق وخالين الإيرانيين يتجولون بالشارع اللي هي بؤرة المرض، يتجولون في كربلاء. تحياتي لكم ولقناتكم الجميلة من الناصرية، الله محييكم، حي الله أهل الناصرية. رسالة من ندى من الدنمارك تقول أستاذ عمر، بالنسبة لتجنب فيروس كورونا يجب على الناس منع التجمعات والاختلاط، إن شاء الله ثاني لازم الحكومة الغارقة بالفساد تعوض الناس الكسبة عن فقدان مصدر رزقهم اليومي حتى يعيشون إلى أن تنتهي الأزمة. بس تعال منو يسمع لهؤلاء الناس وما هي مهمات خلية الأزمة، بس ملتهين بتعقيم الشوارع والمساجد تتساءل. الله يحفظ العراقيين يا رب. نعم، معنا اتصال، اكو اتصال. ابو احمد من السليمانية، تفضل ابو احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا هلا بك. عمر شلونك؟ حياك الله، يا هلا بك. حياكم الله على التعب وجزاكم الله خير على البرامج الطيبه. اهلا وسهلا بك يا ابو احمد. الله يسهل
يا أخ عمر احنا هذا مشكلة يعني والله هذا الفقير واقع بهالمشكلة والأمراض والبلاء الله سبحانه وتعالى يجيبه بس ماكو لا دعم حكومي لاكو مستشفيات يعني إذا صار عندنا الأعداد بعد أكثر والله أعلم يذبوننا بالشارع نعم أي فوالله يعني نسأل الخيرين ونسأل الطيبين أنه تدعم العوائل الفقيرة وناس يساعد ناس وبلكي الله يبعد هذا البلاء عن هذا البلد المظلوم نعم ونرجو من قناتكم أنه تنطي استشارات للناس بالتزام بيوته لأنه والله مساكين الناس والناس على جوع حدا تطلع للشغل بس الراحهم أهم من الشغل نعم ونسألكم التوفيق ونسأل الحفظ للشعب العراقي كافة من جنوبه لشماله ويا ربي الله سبحانه وتعالى يزيل هذه الغمة عن هذا الشعب العظيم آمين يا رب العالمين أنا أشكرك أبو أحمد من السليماني يا أهلا بك أم علي من بغداد تفضل يا أم علي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا بك أتاني البرنامج مالتك يوم بيوم الله والله العظيم وإحنا خالين أملنا بيكم يا أستاذ عمر أنا ابني محكوم وسبق خابرتك وقلت لك أنا وحكمه صار باطل أستاذ عمر نعم وابني بالمامون مو قلت لك أنا وصارت مش شجرة والإفادة مالته قتل غير متعمد نعم الإفادة مالته بالمامون قتل غير متعمد نعم مشت عليه الحكم مالته قتل غير متعمد وصلت للمحاكم سووها بالمحكمة سووها قتل متعمد المحامي مالتهم قتل غير متعمد مالتهم لا تطلعوا شهودنا طلبت شهودهم اتجهت للعشائر اللي يسمع صوتي من شيوخ بالإلام اللي باق فصلي والله يا أستاذ عمر باق فصلي لا فصل لم يتفلوس منا وداينت منا ومنا 13 مليون اجاني واحد اعرفه اني قال اني ام علي تقعدين بالبيت واني احلك المشكله استاذ عمر نعم. اخذ مني 13 مليون اسمه فلاح دعير مريبوش بيته مباب الشرجي قال لي اني افصلك زين هو شنو اخذ الفلوس نعم هذا فلاح شنو شغلته محامي شيخ شنو؟ شيخ 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 شنو هذا؟ مع احترامي للطيبين والشيوخ يعني انت احترامي حرامات نعم. اسمه الشيخ نعم ام علي بس اسمحي لي بس على كيفك انت من اعطيتيه هذا 13 مليون هو الشيخ عشيرة المقتول لو جاب عليكم لا هو ابن عم زوجي ابن عمه الزوجي ها نعم. ابن عمه الزوجي اعرفه بحق المعرفه قال لي ام علي اقعدي بالبيت وانا احلك المشكله نعم اي واخذ 13 مليون وراح صار له سنتين اروح اخاف اناشد وحكى لي البيت يقول لي فضيته كله كذب كله كذب اخير شيء ابني انحكم قلت له عمي ابني انحكم أمطيني فلوس داروح على العالم ناس خيرة توقف لي أعطيهم ناس تنازل يومية هاي صار سنتين ونص أستاذ عمر صار سنتين ونص يضحك علي صار سنتين ونص وابني محكوم بالسجن يا ابني الحكام أمطيني فلوساتي العالم الدنيا أنا أستاذ عمر داينت وانطيته هسا العالم تريد فلوسها مني لا أنت حليت مشكلتي ولا أنت الفصلت ولا أنت رحت للعالم حتى العالم ضاجوا منا قالوا عمي إحنا هذا الرجال ما ريده يجينا أستاذ عمر هذا الشيخ يا عشيرة شيخ عشيرة بالإلام أنا أشد كل شيخ عشيرة بالإلام اللي يسمع صوتي واللي يعرفه ياخذ حقي منه وياخذ بريساتي منه واني ما راح ارضى يا استاذ عمر وابني الحكم مهمس قلت له خابرته وقلت له ابو باكر اسمحوا لي ابو باكر اسمه هو ابو باكر اسمه فلاح دعير مريوش قلت له عمي اعطيني فلوساتي اعطيني فلوسي دا اوديه للعالم يتنازلون عني ابني خليه يخذ السجن بس تنازل اريد له اريد ابني تنازل نعم وهذا اللي يقول لك استاذ عمر والله انا تبهدلت دا ناشد بالعفو العام دا ناشد بالعفو العام ايش وقت يعني يا الهي ايش وقت الله يعينك يصرفون صراحه نعم عليهم الوباء والله مظلومين نعم
أم علي من بغداد. يعني والله ما أدري إيش تحكي. إذا شيخ العشيرة يعني ما احترامنا طبعاً ما نعمم، ولكن كما ذكرت هي أم علي وقالت بهذا الشيخ العشيرة اللي أخذ منها 13 مليون ولا فصل القضية ولا ابنها مثلاً طلع براءة وتخفف الحكم. إذا المرة يقول لك بشارب الغانم، المرة بشارب الشيخ، المرة بشارب الرجال، إذا هذا الشيخ عشيرة هذا فعله بالعراق. والله ما أدري يعني شو تحكي شو السوليف شو تعبر، مصيبة كارثة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أبو محمد بن واسط، تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا بك، حياك الله. يا هلا بك، أحييك وحيي قناتك الشريفة. يا هلا بيك، أهلا وسهلا بك. وأنا أطلب من هاي الحكومة وأحلفهم أقسم عليهم بما يعبدون، بما يعبدون أقسم عليهم، إحنا نريد العفو العام للمساجين. والله لا مواجهة، وحالتهم يعني من نروح نواجههم حالتهم حالة سيئة إلى أبعد الحدود يا أستاذ عمر. نعم. وريد العفو العام الطالب نقسم عليهم بما يعبدون. إذا هم إسلام فليطون العفو العام. يعني إحنا جروب وإحنا حالتنا ضعيفة، ونطالب منهم يدفع المواد الغذائية. نعم. من أنا جدكم، أنا جد هاي الحكومة من منبر مالتكم الشريف. نعم. أي والله سلام. لا مواجهة منعوها من عندنا. نعم. ظلمي حالهم بالسجون. الله يعين والله يفرج عن كل بريء. أنا أشكرك أبو محمد من واسط كان معنا. طبعا إحنا بالنسبة للعراقيين اللي عالقين هناك في المطارات، هناك في جمهورية بيلاروسيا، وناشدوا الجهات المعنية، هناك عشرات العراقيين عالقين في مطار صبيحة بمدينة اسطنبول التركية، ناشدوا شركات الطيران العراقية لإنهاء معاناتهم. كذلك عراقيين في متواجدين في دبي ناشدوا الحكومة إعادتهم إلى العراق بعد أن علقوا هناك بسبب أزمة فيروس كورونا. كذلك طبعا بس العراقيون اللي عالقين تركيا مطار صبيحة قالوا بأنهم قطعوا تذاكر طيران عبر شركة فلاي بغداد، ونعرف عن شركة فلاي بغداد المملوكة إلى عمار الحكيم، لكنهم فوجئوا بعدم وجود الطائرة في المطار. في المطار يعني أخذوا فلوسهم وقلبوا بالدخل الجماعة. نعم. أكو اتصال. سعد من واسط، تفضل سعد. تفضل سعد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يا أهلا بك أستاذ عمر، شلونك؟ يا أهلا بك، تفضل. ألو السلام عليكم. نعم أسمعك عيني سعد، تفضل. وعليكم السلام. عيوني بس على مود العفو هذا مع المساجين. نعم. يعني إحنا وأنا أخوي بالكاظمية مسجون ببغداد، مواجهته يشلعون قلوبنا تصرف سيء. نعم. يعني هو علاجات مال يا رب، بعدين هذا مال سبب كورونا. ها؟ زين من يموت في السجن يصير بي شيء في السجن، منو يتكفل لاخوه؟ نعم. اي والله يا استاذ عمر احنا نطالب بالعفو. الله يعين، الله يعين. نسال الله الفرج لجميع المعتقلين الابرياء. انا اشكرك سعد من واسط. ابو محمد من الموصل. أبو محمد وعليكم السلام ورحمة الله. أشكرك أستاذ عمر. يا هلا بيك، حياك الله. إحنا أول بداية نشكركم على هذا البرنامج الحلو اللي يوصل صوت المواطن. الله يسلمك ويخليك، هذا واجبنا. نطالب الحكومة، إحنا صار لنا مدة نطالب الحكومة العراقية بالعفو العام، لتمرير العفو، زين العفو العام للناس المساجين والمظالم. زين ولحد هاي اللحظة يعني ما أخذوا، ما شفنا من عندهم أي نتيجة ولا أي اهتمام باتجاه السجناء والمساجين. يعني آلاف السجناء، والسجناء في هذا الوقت هم محكومين بالإعدام حتى لو باقي له شهرين. نعم. حتى لو باقي له خمسة أشهر هو محكوم، ما طول هذا الوباء موجود الفيروس.
فالسجين يعني محكوم بالإعدام داخل السجن. نعم. زين، فمن قناتكم الشريفة نطالب الحكومة العراقية بالتمرير العفو العام زين للناس المساجين المظالم داخل السجون العراقية. زين، وإذا ما يهتمون لهذا الشيء فلا ينسون يعني، لأن باكر إذا صار شيء هم وين يروحون؟ نعم. زين، يعني هم راح الشعب العراقي هم راح يحاسبهم على هذا الشيء. زين. أنا أشكرك أبو محمد. نعم. أشكرك أبو محمد من الموصل كان معنا. أريد أقرأ قبل الختام كم رسالة. يقول أخي إحنا من الدورة وبين هواية مهجرين وإيجارات، يقول أصحاب الإيجارات هددونا بالطرد بمجرد أنه لمحنا لهم بأنه إحنا ما نقدر ندفع الإيجارات. زين، حصة ماكو، يقول عمل ماكو، عندنا معتقلين، يعني لازم توصلون صوتنا. حكومة الميليشيات تريد نموت بصمت، خلي خلون بينا وبين هالطاعون. والله يقول لا حول ولا قوة، يقول لون موت، يقول لون عيش، مأساة. يعني خلي الناس تتراحم، تراحموا بيناتكم. يعني أنت إذا عفيت عن إيجار شهر أو شهرين يعني ما راح تنضر، قد يكون الضرر قليل عليك بس الضرر على المؤجر يعني صعب إذا كان ما عنده. طبعا إحنا مو مثلا هو مؤجر وأموره ماشي وكذا أو محل وشغله ماشي، لا، إحنا دا نقول الناس المهجرة، الناس اللي ما عندها، فهل هلا بنمروه هل هلا بالناس يعني باعوا عليهم. نوار من هولندا يقول السلام عليكم، يجب على الحكومة أن توزع المواد الغذائية على العوائل كافة في كل محافظات العراق وبخصوص المساجين، يجب تصنيف من هم لإثبات لا تثبت عليهم أي تهمة إطلاق صراحة فورا. نوار من هولندا. أنا أعتذر عن يعني باقي الأخوة والأخوات أرسلوا رسائل. نقرأ، يقول السلام عليكم، أنا أخوتكم أم شاه من كربلاء، يقول الله يشافي العراقيين من فيروس كورونا، آمين يا رب العالمين. طبعا حظر التجوال مددوه إلى يوم 11/4 من الشهر المقبل. منظمة الصحة العالمية قالت بأن العراق يقع بدائرة الخطر الذي يمثله فيروس كورونا. نجدد تحيتنا وشكرنا لكل من يقدم مساعدة للعوائل العراقية المحتاجة، وكذلك نقدم الشكر والتقدير للكوادر الطبية في العراق اللي يحافظون على صحة العراقيين واللي لازمين المستشفيات ومنتشرين في الشوارع والسيطرات من أجل الحد من فيروس كورونا. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.